الكنائس الكنائس في جواها مائل اسمه الانترا بالرسول، وفي حواليها في بره السن بريد مائل اسمه الانترا بالرسول، جوه الانترا والإكسترسية الأولى هو اللي يقفل بضار السرية على الراس كاملة، يعني الراس كان يوجد كبارك وعلى الاتفائل اللي يصطبع عشان مش نحوره كده لائك، وبعدين بضار الضار كاملة عشان تنهي عليك الصوره اللي كانت بره جوه
يعني بره صوديا 140 والبوتاسيوم 4 مع كل قوه. البوتاسيوم هو 145 والصوديوم 5 والبوتاسيوم 10 واحسن ما تتفقد ايه الكونتراكتور احنا بره في كلوز ثاني مفيش جوه كلوز بره في مايكروبوليت ثانيه مفيش جوه مايكروبوليت جوه في بروتين وبروتين باثنين نيجر هم عملوا ايه بقى؟ لان انا لازم كده جابوا الحاجية او ديل او اي حاجة وحطوا طول الالكترون جابوا جهاز من الكيس فاتي فوق منهم كده احداث كيس بيكيس بالميل الجزء يعني واحد على الف جزء وحطوا الالكترون بره الاطراف الخارجية وبعدين جابوا مثلا الخارجية خالص طيبة حطوا الالكترون بره الاطراف الثانية والالكترون الثاني بره الاطراف الاثنين بره اتلقى الخلية دي كتير يعني في شغال يعني النقل بلاك او النقل بيتش وهي تقول ايه حطوا الجو الالكترون ووصلوه بالهاتف الاثبات الفوق الجديد فيه لقوا ان ما فيش اي اثبات الفوق من اي رمزين بره الخليج على الدرجه دي يقول ايه وراح نعمل بعد كده حاجه بسيطه جدا متاخرين في الالكترون جوه الرمزين وفي تأثير وقت جهود بعض الجهود ايه ده وحق ايه جدا الجهود ايه في ثلاث جهود في قوة ثانية وضرر بالكيل قوة ثانية نيجاتي ايه ريجيلاً تون أوضاً بعد ما كانوا بالنور جوه السير واحد من النور الإن درس بوليشيا الزفرة بتوي من صيب and out one with the صيب with negative in ريجيلاً وكان دول جريس فرص كثير مسؤولين كفاية دي ريسين من جريس كونين ديشان ريسين من جريس كونين ديشان لأنها أثناء جريس وكيش الكوكيشة يعني كتبه ورغم ان هذا الفرق بيبقى عالي جدا في الخلايا الناشطه زي الزيت والبصل يصل لنار سكرين ملي بوم وبكتبها نار سكرين لان نار الزيت بيشار جوه الخليه اللي هي سبب حي المشكله عشان يكون ناقص الفيلم ومن اي طالب يقول شيء هو نيجاتيف وبره بوزيتيف الكلام ده مش مظبوط بيقول ان هو نيجاتيف ان ريليشن كان بيتكلم بوزيتيف وكان كده هو ضد الريليشن او سموها البولاريتي الحالة الاستقرارية ووقت الخلايا غير الناشطة زي الأرض دي دي تخلي الجهد زي جدا ناقص 20 كل ما تكون الخلايا أصعب كل ما تبقى أكبر جهد وهكذا لكن أي خلية حية فيها ريسك من المبيض ليس هناك من يمكن أن
حتى ما المدى تدريك المدريك سبب تدريك المدريك وديك شمال طول الجملة اللي أنا أقولها لي حتى يقول لك إيه يعني سبب تدريك المدريك وديك شمال إيه سبب ما بيقوم بجد وقوم بقى لهذه الجملة أرتكوى بالنسبة اليوم عدم تساوي في توزيع الأمن إخوة أروي بالسجود ولكن عن طريق مبدأ يجي عدم تساوي في توزيع الأمن أقرص السجود الايونات مش متوزعة تساوي يعني عكس القوانين لو اجيب الشاب كده في الحي واحطه من سنين هتروح الايونات توزع نفسها حتى ما تنصر الناس ده وما نجيب احنا في الحياه دي الانسان هي عدم قالوا كده الخطيب والتسليمات قالوا ثلاث حالات الجواب الذي انا كمان هديك لبنيتك وتسليمك وشعر تأمين ثاني حاجة حاجة اسمها صبية وجاسية طن ثالث حاجة اسمها البروتين المصري لما حد يقول لك ايه هو سبب الارض اقوى الايون اليوم لا يقول له سبب الفلك حبايب اول حاجه اسمها الريكتريالي يعني نظام الحريه نفسها كانت يعني مثلا يعني هو بيكتب الناس يعديها ويجي على كلمات ثانيه تعدل الناس انا عايزين الناس مش زي اي نشاء ثاني في الحي اللي بيجيبهم ده في سن بريكا في المزارع دي انا بسمع فيها بسهوله واسمع بها بردنا فيها ده حاجة في كده اسمه صوت يا قدس يا قمان انتوا عارفين اللي هو خليها في بروتينات هي كده البروتين ده البروتين بتسجل الانسان فيها وبتكبر الصوت البروتين ده طبيعه كيميائيه يعني اسمها ومدرجات ليها جدا وفقرة الصوت على إصدار الميكانيزم عن جراحه لو الصوت يمتكن بقوة لأن تكفيه وضع عالي وإصدار مخصوص ومخصوص بالجد وراء ولو فيه مكسر كبير بره دخلوا من الصوت وسكوا في الصوت لو مكسر مقام بره ثالث حاجة اللي في جوه الخلية بروتينات والبروتينات تحت الشحنة سالبة البروتين اللي بيكونها تحت الشحنة سالبة اكسجين واي بروتين ار نيجاتيف في الشحنة فبالتالي لو رحت طاقة امتياز ليه البروتين اللي بيكونها او الانطلاق تبقى على سفر
وأكثر من قارئ الكتاب والذين قبلوا الملوك والأهل أهل المعركة والله وحوى كان من دون أن تعالى المسلمين كلها تجدها تحت فارغة والمسلمين والتاج فيه من دين فما بتعطيش خلال الدين فاعرف هو الخليه وعامل شكر الباليه هو الخليه وفي مسلمين هو الخليه ما بتعطيش وهي اصلا الشكر ليه فدول الاثنين مخليين انتقال يعني قابليه المذكر العادي منها
أكثر من حوالين تقدر 100 مرة من 50 ليه؟ مع أن المدفع وزن المزيد أكثر من شرطة جدا بالتعب المدفع أكثر قالوا الإنسان يتعاد من مدفع بوقع عن أصل من الغريبين في الجنة رغم أن أسأل من الصوت لما تنسيبه قولة أنه يتفكر تغير إنما الصوت العمالة تغير الجبيل أكبر أو فتبقى ضروري في الجنة يقولون المتابعة أكثر من الغريبين إن الصوت يدخل في الجنة النوع الثاني من الشام او الغرائب من البيت اسمها جيدي جيدي يعني لها بوابه بتفتح وتكسر وعطيني يقول لا يعني بتعطيني التوكيل للابنيه والتوكيل البوابات تحت القرارات دي بروتين البروتين ممكن يشارك البروتين بتاعه في الأعلى كوي وتعالج البروتين بتاعه عن كده يعني نفس البروتين بتاع البروتين ممكن ياخد شكل مدور وممكن ياخد شكل البروتين ومن الغلط الشكل شكل يا إما لذيذ وجود مادة كيميائية عليه أو نتيجة شرب نظافة البروتين إذا عمل هذه القنوات ممكن تكون في لحظة البروتين تعمى عن ثلاثة شمس فكده المادة فاتحة الشمس يجب أن أضعه كده وكان آخر فكرة يجب أن أضعه نقول وهم بقى ضغمة تكنيرية على بريد أو بإخداها كثير فقرام تلاقي المسيون ده وضعنا المعظم نقول كده ركعة كده فالراحة مكتوش وكان المعظم فوضعه من الجيد اللي جاء بوابه اذا بدات او اتت نتيجه طيار طهاري اسميها غوطي في الشمس اذا بدات او اتت نتيجه ماده كيميائيه بس عليها اسميها ليجا في الشمس وقلت لك تجاوز الاكل او الفتح بجد الذي تغيير شكل الموسيقى البروتين اللي على الجوال فعلا يقول كان سبب رزق الموسيقى البروتين أطلق والرزق البروتين إن عامل هذا الطريق والعلم في البروتين شكل ثلاث حاجات لكن صوت الطعم وجود حيوانات بارده كلها واسمها البروتين الكبير لا تستطيع انها تعدي الورق باعلى قوه فهي بروتين يعني ايه بيت الفيتامين يعني يعني الممبرين الجدار بتاع الكريم اي كريه في شكل بتعدي انها الالياف يعني تعدي بسهولة ولا تعدي بصعوبة ولا تعدي طب أنواع الإنسان دي إيه يا ابني معين دول مقطوع على طول بقى تتأثر على الميكروب وضعي هاي إيديك يعني قاعدة يوم بس مرض التوكيل اسمه ليبي وده قوانين عن المناسبة يخرج القوة الكبيرة الفاضة أكثر من الصوت لما تركيزه في المرة النوع الثاني كان في إيه؟ كان اتجاه بوابة
يجب أن يكون هذا عدد اليوم يعني يعني هو يا
ففي وقت في الشغل الثاني
وعكاية الخطة المعادة هي على جميع الأيمانات في المسلمين بسعى المسلمين وقع المعادة فيها غل في جانب الكويت مضافة المعادة على جميع الأيمانات المسلمين Thank you.
كل
وفوق الحمد في الكلام الثلاثي يؤمن المزيد كبير المزيد اللي هو مصدر الفاقة وفيه مزيد تيجي فيه يحل المزيد فيه ويأخذ منه الفاقة بالطبع لك يوفي الله اللفة دي في الإنسان مكان الدنيا والمتابعة والمتابعة والله بنا عليها في العيئة والعروس وطبعا ايه وقول الصدر